مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الجولة المباشرة عبر قناة الجزيرة مباشر. أنا أتواجد الآن في مخيمات الشهيد مازن فقهة. هذه المخيمات التي أقامتها جمعية واعد الأسرى والمحررين ومكتب إعلام الأسرى. طبعا هذه المخيمات الفئة المستهدفة فيها هي فقط أبناء الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. في هذه الساحة وفي هذا المنتجع نتابع معكم ما الذي يتعلمه أبناء الأسرى في هذه المخيمات. طبعا المخيمات هي لكلا الفئتين الذكور والإناث في مدينة غزة هذا الجانب. هناك في المحافظة الوسطى أيضا قسم آخر لهذه المخيمات. يعطيك العافية. أول شيء السلام عليكم كلكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أنا حاب أسأل بس شغلة، شو الشغلات اللي بتعلموها الأطفال في هذه المخيمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مخيم صيفي لأبناء وبناء وأولاد الأسرة، فهم هنا إن شاء الله يعني جايين أول إشي يتذكروا إنه آبائهم في السجون الإسرائيلية، ويتذكروا ونذكرهم إنه فلسطين الأقصى أقصانا في خطر، واليهود بتدنسوا كل يوم، كل يوم المستوطنين بتدنس أقصانا كل يوم، فإحنا بنزرع الأمان وبنزرع عدم الخوف في قلوب بناتنا وشبابنا. فإن شاء الله المخيم هذا فتحة خير علينا وعلى أسرانا وعلى أقصانا، وإن شاء الله الفرج عن الأسرى والأقصى قريب جدا إن شاء الله. إن شاء الله اللهم وعدنا صلاة في داخل المسجد الأقصى، اللهم وعدنا صلاة في داخل المسجد الأقصى. إن شاء الله نذهب للأقصى هو محرر، محررين قوافل من فلسطين من غزة إلى الأقصى إلى المسجد الأقصى بدون حواجز وبدون تفتيش. تمام. بدي أتكلم مع الأطفال الموجودين. السلام عليكم، كيف حالك؟ الله يسلمك. طيب بدي أسألك، كيف أنت مبسوطة في المخيم؟ في الشغلات اللي بتعلميها في المخيم؟ كتير مبسوطة. طيب أنت والدك أسير؟ كم محكوم؟ عارفين عليه؟ أبوي الأسير خليل النجار، محكوم 7 سنوات، قضى منهم 5 سنوات وباقي 2 سنين، وإن شاء الله برجعنا سلامة. هو كان بسجن نفحة، كان بسجن نفحة بعدين نقلوا إلى سجن رمون، و إن شاء الله الفرج قريب. إن شاء الله الفرج قريب إن شاء الله. أستغل وجود اللواء توفيق أبو نعيم قائد القوى الأمنية. السلام عليكم أستاذ توفيق، طبعا وهو أسير محرر سابق. أولا أود أن أسأل في ظل زيارتكم لهذه المخيمات، اسم المخيمات مخيمات الشهيد مازن فقهة، إضافة إلى ذلك أنها فقط مختصة بأبناء الأسرى، إلى ماذا ترمز هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية واعد هي جمعيات ترعى شؤون الأسرى وأسرهم وأبنائهم، ومن المخيمات الصيفية التي تقام للأطفال في الصيف. هذا المخيم المميز من بين المخيمات التي تقام في قطاع غزة. هذا المخيم تقيمه جمعية واعد كل عام. الآن لدينا مخيم في استراحة الحرية ومخيم في الوسطى لأبناء المنطقة الوسطى. هذا ملتقى لأبناء الأسرى وأبناء وبنات الأسرى. في هذا المخيم يتم جمع شمل هذه الأسرة على مستوى المحافظات، وخلال الأيام المخيم التي يتم رعايتها من كافة المؤسسات كذلك، وتقديم الهدايا وتقديم المكافآت لهؤلاء الأطفال الذين لم يتمكنوا من التمتع بعطلة الصيف مع آبائهم. أعتقد أننا أمام معاناة حقيقية أمام هؤلاء الأطفال وهؤلاء الذين عانوا آلام الجرح الفلسطيني، سواء كانوا شهداء الجرحى الأسرى. هذه الفئة تجمع الأسرى، أبناء الأسرى الذين يشعرون بالحنو والحنان في خلال إقامتهم في منتجعهم في هذه الاستراحة التي أعدت لهم، كذلك في المنطقة الوسطى. كل عام يكون لنا لقاء معهم ولقاء بين أبناء وبنات الأسرى، هذه الأسرة التي يجتمع شملها سواء كان في الإفطارات الجماعية في رمضان وفي المخيمات الصيفية التي تعطي هذه الشريحة، لأنه يتساوى مع زميله في المخيم. ف
في المعاناة بخلاف المخيمات التي تشمل الجميع، هذه المخيمات المميزة. أشكرك جزيلا لواء توفيق بن عيم والأسير المحرر طبعا. نواصل مشاهدينا هذه الجولة. طبعا في هذه الخيمة سنتحدث مع عدد من الأطفال من أبناء الأسرى. طبعا هناك فقرة أعدوها في هذا في هذه الخيمة، في كل خيمة هناك فقرات. يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يخليك. حدثنا هذه الخيمة، ما الذي يستفيده الأطفال في هذه الخيمة؟ هذه الخيمة اللي هو خاصة بمخيم الشهيد مازن فقهاء، الأسير مازن فقهاء، اللي يعني هذا أبناء خاصة بأبناء الأسرى، سيستفيد إن شاء الله الكثير من الأناشيد الوطنية الذي تهدف إلى زراعة الثوابت. لو أعطيتمونا يعني جانب من هذه الأناشيد. في الأخونا اللي هو الطالب الأبن الأسير اللي هو مصطفى أبو صلاح، سمعنا إن شاء الله نشدة مازن فقهاء. طيب نستمع مشاهدينا إلى أحد أبناء الأسرى حيث سيقوم بإلقاء أنشودة. تفضل. وضرب السيف قالها وترجل المغوى، مازن فقهاء القائد لبى وفى الأحرى، كسر القيود بنخوته والسجن يشهد عزته، كسر القيود بنخوته والسجن يشهد عزته، شعبك يا مازن يفخروا، شعبك يا مازن يفخروا، وانت ابن ثوه، وانت ابن ثوه. اضرب بالسيف قالها وترجل المغوار، مازن فقهاء القائد لبى وفى الاحرار، مازن بوحدة دمينا، مازن شرارة عزينا، وبيشهد انفجار. اضرب بالسيف قالها وترجل المغوار، مازن فقهاء القائد لبى وفى الاحرار. شكرا جزيلا. طبعا هذه أنشودة من هؤلاء أبناء الأسرى وفاء للشهيد مازن فقهاء. وأستغل وجود الأستاذ عبد الرحمن شديد الأسير المبعد إلى قطاع غزة. أستاذ عبد الرحمن، في هذا المخيم وكنف هذا المخيم نتابع عديد من الأنشطة من قبل هؤلاء الطلاب، هل وضعتنا في مدى أهمية مثل هذه المخيمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا شك أن هذا المخيم ومثل هذه المخيمات يأتي في سياق تعزيز صمود الأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال، ذلك أن الأسرى هؤلاء الآباء الأبطال يعني وقد غيبتهم السجون لفترات طويلة، هم بحاجة إلى من يخلفهم من أبناء شعبهم في عائلاتهم وفي أبنائهم. تأتي مثل هذه المخيمات وهذا المخيم تحديدا من باب أن نخلف هذا الغازي البطل الذي أمضى عشرات السنوات داخل سجون الاحتلال، أن نخلفه في أهله بخير وأن نخلفه في أبنائه بخير. هذا المخيم الذي أسميناه بمخيم الشهيد مازن فقهاء هو مخيم ترفيهي في جانبه الأكبر صحيح لأبناء الأسرى، ولكن أيضا هناك جانب آخر يتعلق بغرس معاني التضحية وغرس معاني البطولة في نفوس هؤلاء هذا الجيل الصاعد الناشئ. يعني نطمئن أسرانا الأبطال الآباء الأبطال أنه وإن غيبتهم السجون لفترات طويلة جدا فإن هناك من يخلف أبنائهم من ورائهم بخير، وهناك أكيد هذه تعتبر حاضنة لهؤلاء الأبناء، خاصة وكما تحدث اللواء توفيق بن عيم أننا أمام أطفال في عطلة صيفية لا يعيشون هذه الأجواء مع آبائهم، وأنتم بالغالب وفرتم بعض من هذا الجو. صحيح، هو جهد المقل الذي نحاول من خلاله تغطية بعض أوجه النقص التي لا يعوضها أحد في غياب الآباء. يأتي هذا المخيم في بعض النشاطات، الهدايا التي تقدم، تحفيظ هؤلاء الأطفال بعض الأناشيد، القصائد الوطنية، وأيضا تسليمهم بعض الهدايا، وهو في جانبه الأكبر كما قلت لك أنا من قبل هو ترفيهي. هل يصل الأسرى
أخبار بأن أبنائهم في هذه المخيمات؟ نعم بالتأكيد، ونحن نقوم أيضا بعد يعني بانتهاء المخيم بعمل فيلم يجمع كل النشاطات هذه وبثها على مرئية الأقصى، من باب أيضا أن يطلع الآباء الأسرى داخل سجون الاحتلال على هذا النشاط وعلى هذا المخيم الذي ضم أبنائهم واحتضنهم. على صعيد غير هذه المخيمات، هل هناك أنشطة أخرى لأبناء الأسرى في ظل هذه العطلة الصيفية؟ لا، هو نحن نتكلم عن جمعية واعد ومكتب إعلام الأسرى، هذا النشاط الخاص بهم هو المخيم السنوي الذي يقومون به، وهو في مكانين في غزة وفي الوسطى، انطلقت هذه المخيمات بهذه الأنشطة التي نراها. أشكرك جزيلا الأسير المحرر عبد الرحمن شديد. سأذهب أيضا إلى خيمة أخرى مشاهدينا الكرام، نتابع معكم طبعا مجريات ما يحصل في هذا المخيم، مخيم يتعلق بأبناء الأسرى. طبعا هذا المخيم كما أسلفنا لكم الهدف منه كما قال مكتب إعلام الأسرى وقال لواء توفيق أبو نعيم الأسير المحرر، أن هذا المخيم جاء على الأقل توضيح فكرة لدى هؤلاء أبناء الأسرى بأن آبائهم في السجون لكن هناك آباء آخرين. معي هذه الطفلة تريد إلقاء قصيدة في هذا المخيم، كيف حالك؟ الحمد لله. أول شيء عارفين عن نفسك؟ زينة ماجد أبو القنبز. والدك أسير؟ محكوم 19 سنة. تمام، طيب احكي لنا عن القصيدة، شو حتحكي لنا؟ أيا أم الأسير سقاك غيث بكره منك ما لقي الأسير، إذا ابنك صار في بر وبحر فمن يدعو له أو يستجير، وغاب حبيب قلبك وغاب حبيب قلبك عن مكان ملائكة السماء به حضور، أيا أماه كم هم طويل مضى بك لم يكن منه نصير، أيا أماه كم سر مصون بقلبك مات ليس له ظهور، أيا أماه كم بشرى بقربي أتتك ودونها الأجل القصير، إلى من أشتكي ولمن أناجي إذا ضاقت بما فيه الصدور. شكرا جزيلا إليك، وربنا هيك يفرج أسر والدك. طبعا أريد أن أتحدث مع المشرفين في هذا المخيم، مخيم أبناء الأسرى كما تشاهدون. السلام عليكم. وعليكم السلام. أود أن أسألك في البداية، ما هي المعلومات أو ما هي الأنشطة التي تقدم لهؤلاء الأطفال؟ كل ما هو مفيد لهؤلاء الأطفال لأنهم أبناء أسرى وبيستحقوا كل ما حولنا من أي أنشطة ومن أي معلومات نعطيها لهم، لأنهم بيستحقوا أكثر من هيك. كونك يعني امرأة وأنت بالتأكيد تشعرين ببعض العطف أو الحنان المنقوص لدى هؤلاء الأطفال، بتشعر أنه هو والده مش موجود عنده، بيشعر، هل الطفل بيشعر بهذا الألم؟ نعم طبعا، كل طفل محروم من أبوه وهو في السجون بيشعر بهذا الحزن، وإحنا كمان لما بنيجي بنحكي مع أي طلف مع أي طفل بنشعر أنه هو بردك في قرارات نفسه حزين لأنه أبوه مش موجود، فإحنا بنحاول قدر الاستطاع الممكن أنه نوفر له هذا الحنان بهذا المخيم. شكرا جزيلا. مشاهدينا، إلى هنا ننهي هذه الجولة من مخيمات الشهيد مازن فقهة. طبعا وضعناكم في صورة ما يحصل في هذه المخيمات من أنشطة وفعاليات يتم تلقينها لهؤلاء الأطفال، خاصة وأن أباهم في السجون ويعيشون في عطلة صيفية لا يوجد من يحنو عليهم ويخرجهم كباقي أطفال القطاع إلى مثلا المتنزهات وغيره. تم تخصيص أماكن قريبة من البحر ومنتجعات خاصة لهؤلاء الأطفال حتى يشعروا على الأقل بالاستمتاع في عطلة الصيف إلى أن يحين أجل الإفراج عن أبائهم إن شاء الله في القريب العاجل. إلى هنا تنتهي هذه الجولة مشاهدينا الكرام، على أمل أن نلتقيكم في جولات قادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.